تمام. النهارده هنبتدي بقى اللي هو الكتير الخاصه بالمبادره. كان قبل كده كان كل كلامي عام بادي لوت، وكان كلامي برضه كان اكتر على الوقت. دلوقتي بقى هتكلم عن البلط. كلمه البلط يعتبر من تشوي. واحد يقول ازاي يا دكتور؟ ازاي البلط يكون من تشوي؟ لازم كلامي يكون البلوك تكون تقول لي ازاي جراوند سبستانس اللي هي بتمثل البلازما، والسيلز بقى اللي هي السيلز المختلفه الوايت بلاد سيلز والبلاد سيلز ما علينا من المعلومه ان ده البلوك يعتبر في الاول سيركوليت ان او يعمل فيلنج للهارت والبلاد سيلز. للهارت والبلاد سيلز يعني الهارت والاوعيه القلب والاوعيه الدمويه مليانه بسائل، السائل ده اللي بتداس منه اسمه البلط. طيب في شويه معلومات كده للفضاء بالنسبه للبلط بيشكل كم كميته قد ايه البلط؟ قال لك والله البلط كميته 5 ليترز 5 ليترز. جبنا في بلط شخص ما هنلاقيها حوالي 5. طب بالنسبه للشخص البالغ هو الادلت بيرسون يشكل كام من وزنه؟ زي ما قلنا مثلا في الوتر بيشكل 60%. فالبلد بيشكل حوالي 8% من البادي ويت. يعني لو واحد مثلا عنده وزن مثلا 100 كيلو هنلاقي جبنا البلط بتاعه هنوزنه هنلاقي حوالي 8 كيلو. هذا معنى 8% 8%. طيب البلط ده ممكن تكلمنا كلمة كده. البلط ده يا شباب عباره عن حاجتين. احنا يعني بلد كده بيقول لك ما هو الدم؟ هو عباره عن سائل تسبح فيه خلايا. هو عباره عن البلط سيلز و ما المفروض يا جماعه ما نقولش انا ما نقولش سيلز، لان معروف في الهيستولوجي ان السيل لابد يبقى فيها نيوكلس. انت عندك ريبلت سيل ما تبقاش نيوكلس، البليتد ما تبقاش نيوكلس، فبيسموها فورم اند. بيسموها حاجه اسمها فورم اند. عشان حتى كده مثلا ريبلت سيل المفروض برضه ما نقولش ريبلت سيل، بس احنا بقى بنقولها كده على الفاضي. اللي بنقول عليها ريبلت كورباسل، كورباسل هي بكتيريات، بكتيريات في الدم. المهم بالنسبه لل 5 لتر بلاقي 5 لتر، بلاقي السيل بتتشكل 45%. طيب اذا البلط عباره عن سيلز، السيلز بتشكل 45% من حجم الدم، بينما البلازما بتشكل 55%. طيب تعالى بقى واحده واحده. السيلز دي عباره عن ثلاث حاجات، حاجه
حاجة اسمها red blood cells. red blood cells red blood cells دي على الشباب لها اسم لاتيني اسمه erythrocyte. erythrocyte erythro يعني أمراض لاتيني وسيط الخلايا طيب عندي حاجة اسمها white blood cells. white blood cells كرات الدم البيضاء اللي هو لا يسمى النتيجة اسمه لوكوسايت. وفي بعد كده اخر نوع خالص اللي هو البلد بليتلت. بلد بليتلت اللي هو الصفائح الدموية. الصفائح الدموية دي لها اسم برضه في اللاتيني اسمها ثرومبوسايت. يعني الصفائح الدمويه اللي بنحكي بعد كده اللي هي مهمه جدا في عمليه تجلط الدم. لو حصل ان في يقول لك ده في مريض جاله مش عارف جلطه في المخ او كده. الجلطه دي يا شباب لها اسمها ثرومبوزس. الليتين ثرومبوزس جلطه فمن البليتيزيات بيسون عن البروتين ثرومبوز عشان كده يسموها ثرومبوسايت. طيب ماشي. المهم بقى نعرف حاجتين اللي هو ايه؟ اللي هو كل نوع من الـ من الـ من الخلايا الكاونت اللي هو الكاونت يعني او النمبر العدد والفانكشن المين فانكشن او الميجر فانكشن. عندي هنا عندي لو انا مثلا عندي دي كنفس سوري ايه والكلام هقول والله ايه هي النمبر او الكاونت وايه هي الميجر فانكشن وايه هي الميجر فانكشن. فهنلاقي ان النمبر حافظت يا شباب مش شويه ولا حاجه. الريد بلاد سيل حوالي 5 مليون لكل مليمتر مكعب يوم في مليمتر مكعب. بينما الوايت بلاد سيل يعني رقم سهل اللي هو في يعني اللي هو 14000 ولكن رقم سهل لكم اللي هو 5000 هنا الى 10000 كل برضه كل مليمتر مكعب كل مليمتر مكعب. بينما البليتلت حوالي 150000 الى 400000 برضه كل مليمتر مكعب من دول مليمتر. يبقى انت لما اجي اقول لك الوايت بلاد هو عباره عن 3 انواع خلايا بس مين اكتر مين اكتر حاجه فيهم دول يا جماعه دول حاجه فاكر اي كلام بتتكلم هنا بتقول 5 مليون هنا 5000 و 10000 هنا 150000 يعني لما اجي اقول لك خلايا انا قصدي على واسكت قصدي على بلس لان هي اكبر حاجه. فالميجر فانكشن الميجر فانكشن بتاع البلس الريد بلس كان معاكم شويه اللي فيها بيجمنت ريد بيجمنت سبب راس منها هيموجلوبين. هيموجلوبين دي بتعمل كارج كارج او ترانسبورت كارج اوكسجين اند كربون دايوكسيد هم اكسجين سكر. طيب بالنسبه لوايت بلاد سيل وايت بلاد سيل ديفنس دفاع جاي بالدفع اجينست المايكرو اورجانيزم الكائنات الدقيقه زي البكتيريا والفيروس. البلاد بليتلت اللي سيبت لك عليها دلوقتي دي مسؤولة عن كوكسيد اللي يعني عملية التجارب وبعد كده نفهم بالظبط ده كان بيتكلم على البلاد عبارة عن خلايا وسائل خلايا بيعرف بسيط والبسيط بيتلت بيسموه فورم الكلام. بينما البلازما اللي هي السائل دي
منها وبتجيب ايوه الوتر ده هو الايه؟ الاساس هو ده يعني الوتر لو زاد لازم تزيد الوتر يقل لازم تقل الباقي بقى اللي هو 10 مليون مواد صعبه مثلا او اذرز ايه بقى ال 10% اللي هم؟ قال لك ال 10% دي هنقسمهم كده 7% و 2% و 1%. المهم 7% حاجه اسمها كلاود بيزنس. يعني كونتينات يا شباب موجوده في البلاد اسمها كلاود بيزنس. اللي هي مشهوره جدا مش هنحرمها. اللي هي حاجه اسمها الومنيوم وحاجه اسمها جلوبيومين وحاجه اسمها فايبرينجن وفي بروتون. طيب الاثنين اللي 2% اللي الارض 3% 2% دول اللي هم يعتبر اللي هي ممكن نقسمها للميوتشال الويست برودكت. نيوترين يعني الكيمياء اللي موجود فيها بنقول فيها امينو اسيد. الويست برودكت اللي هي اليوريا شرحناها واليوريك اسيد. في كمان حاجه اسمها ريجولاتري سابستنس. يعني ايه ريجولاتري سابستنس؟ الحاجات اللي هي بتنشط بتنظم الميتابوليزم زي الهرمون زي الفيتامينز. وفي كمان هو الالكترولايت يا شباب اللي هي او ايه اورجانيك كتايب وانايم اورجانيك ايه اورجانيك كتايب زي الصوديوم زي الكالسيوم ايه اورجانيك انايم زي مش عارف كلورايد فيتامين دي. في ايه تاني؟ في عندي ال 1% من الالكترولايت ده اللي هو الالكترولايت بس والبلاد جاز. البلاد جاز اللي هي الاكسجين بس هي دي التقسيم. بس اهم حاجه عندي بالنسبه للبلازما عشان بس ما يعني تخش مني كده اللي البلازما 90% منها معروفه و 7% ايه هم البلازما بروتين؟ حاجه اسمها البيومين جلوبلين دي كان اللي هي الكومبوزيشن بتاعت البلد هي ما هي تركيبه البلد.